أبناء طلاب الصف الأول الثانوي، الجزء اللي طلبتوه في الفيديو الأخير قدامكم على السبورة. طلبة كتيرة طلبت الفصل الأخير، الدرس الأخير. آدي الدرس الأخير قدامكم اللي هو تمايز وتنوع الأنسجة في الحيوان. طبعاً اتفق مع بعضنا يعني إيه تميز؟ يعني تنوع الخلايا بحيث انها تقدر تؤدي وظائف حسب المكان اللي موجودة فيه. الأنسجة في الحيوان انقسمت إلى الأنسجة الطلائية. النسيج الطلائي يوجد منه البسيط ويوجد منه المركب. يعني إيه نسيج طلائي بسيط؟ يعني نسيج طلائي بيتركب من طبقة واحدة. طبقة واحدة. نسيج طلائي مركب يعني ايه؟ يعني بيتركب من اكتر من طبقه حتى وان كانت من نفس نوع الخلايا، وهنشوف دلوقتي. النسيج الطلائي فيه حاجتين تحطهم في دماغك. اين يوجد؟ بيغطي ويبطن. طب يغطي ايه؟ ويبطن مين؟ تقول له يغطي السطح العام لجسم الكائن زينا احنا زي الجلد. لما يغطي السطح العام يبقى وظيفته كام حاجه؟ حاجتين. بيحمي الانسجه الداخليه من دخول اي ميكروب، ويحمي ايضا الانسجه الداخليه من ان يحدث لها الجفاف. لما يبطن يبطن ايه؟ يبطن جميع القنوات اللي جوه جسمك، زي الشرايين، زي الاورده، زي القناه الهضميه، زي قنيات الكليه، كل دي قنوات موجوده جوه جسمك. طب لما يبطن يبقى ليه كام وظيفه؟ ثلاثه. الوظيفه الاولى انه بيفرز ماده مخاطيه تجعل هذه القنوات رطبه دائما، ما تبقاش ناشفه. اثنين، بيقوم بامتصاص بعض المواد، وطبعا هو ما قالكش، لكن لما اقول لك يمتص ده زي مثلا اللي موجود في الامعاء الدقيقه اللي هيمتص الغذاء الموجود. يفرز بعض المواد ما قالكش زي ايه؟ زي اللي بيفرز الانزيمات البطانه بتاعه المعده او البطانه بتاعه الامعاء الدقيقه. يبقى النسيج الطلائي عرفنا بيغطي ويبطن. ويغطي ايه؟ يبقى وظيفته ايه؟ يبطن. يبقى وظيفته ايه؟ النسيج الطلائي له مميزات. قبل ما اتكلم في انواعه، اولا مميزات النسيج الطلائي ان عدد خلاياه كتير. انا واخد حته صغيره اهي قدامك متكبره، بص تحس ان عدد الخلايا كتير. طب اتنين، الخلايا متلاصقه معا، يعني مفيش فاصل بين الخليه والتانيه. تلاته، ودي اهم، النسيج الطلائي عمره ما يبقى موجود على النسيج اللي تحته مباشره. لازم يفصل بين النسيج اللي تحته حاجه تسمى غشاء قاعدي. يبقى دايما الغشاء القاعدي ميزه تميز الانسجه الطلائيه. بتفصل الغشاء القاعدي، يفصل النسيج الطلائي عن اي نسيج اخر جاي تحتيه. النسيج الطلائي البسيط عندي ثلاث انواع. تعرف لي شكل الخليه اللي ممكن يجيب لك رسمه ويقول لك موجوده فين؟ عندي نسيج طلائي مكعبي، ونسيج طلائي حرشفي، ونسيج طلائي عمادي او عمودي. نسيج طلائي حرشفي اهو، اين يوجد؟ تقول له يوجد في الشعيرات الدموية. يعني الشعيرات الدموية بتاعتنا عبارة عن طبقة من هذا النسيج الطلائي الحشري. المكعبي اهو، تحس ان الخلايا طولها زي عرضها مربعة كده، فبيسموه مكعبي. ايه النسيج ده بيبقى موجود فين؟ ده تقول له بيوجد في قنيات تصغير قماء، قنيات الكلية. التاني، بص بقى التالت، عمادي، الخلايا بتاعته بتبقى طويلة وبتبقى عمودية على الغشاء القاعدي فبيسموه عمادي. ده زي اللي موجود فين؟ في المعدة والأمعاء، وهو ده اللي بيمتص الغذاء المهضوم.
المركب بيبقى كذا طبقة فوق بعضهم حتى وإن كانوا من نوع واحد من الخلايا. طب زي مين النسيج الطلائي المصفف؟ زي الجلد بتاعك. بس أقول الجلد أخد صفر، لأن الجلد بتاعنا ده طبقتين. مين النسيج الطلائي المصفف؟ تقول له طبقة البشرة اللي هي الطبقة الخارجية من الجلد. يبقى مين النسيج الطلائي المركب أو النسيج الطلائي المصفف؟ اللي هو موجود في طبقة البشرة في الجلد. النوع الثاني من الأنسجة في الحيوان النسيج الضوئي. إيه مميزات النسيج ده عن النسيج ده؟ النسيج الضوئي يختلف تماما عن كل اللي قلته هنا. أنا قلت هنا عدد خلاياه كتير، لا، النسيج الضوئي عدد خلاياه قليل. طب الميزة الثانية؟ هنا خلايا متلاصقة، لا، هنا خلايا متباعدة عن بعضها. طب وإيه كمان؟ الخلايا بتاعت النسيج الضام بتبقى موجودة في مادة، المادة دي بيسموها مادة خلالية أو مادة بينية. ثلاث أنواع هذه المادة الخلالية: صلبة زي العظم، نصف صلبة زي الغضاريف، سائلة زي الدم واللب. أقول تاني المميزات، يبقى عدد خلايا قليل، خلايا متباعدة عن بعضها البعض، توجد خلايا في مادة بين خلوية أو مادة خلالية. لها ثلاث أنواع المادة الخلالية حسب نوع النسيج، إما تكون صلبة زي ما هو في العظام، نصف صلبة زي ما هو في الغضاريف، سائلة زي ما في الدم واللب. النسيج الضام الأصيل، نسيج ضام أصيل يهمني جدا. فين ده موجود؟ في حاجتين. مين هما الحاجتين؟ حاجة اسمها مساريقة، مساريقة الأمعاء، وزي بصرة الأدمة، الطبقة الثانية بالجلد. يبقى الجلد بتاعك البشرة بتاعته نسيج طلائي مركب. الطبقة الداخلية من الجلد الأدمة يتقال عليها نسيج ضام أصيل. إيه مساريق الأمعاء دي؟ بالمناسبة لأن جه عليها سؤال مرة، ده الغشاء الرقيق اللي بيمسك لفات الامعاء الدقيقه معا. نسيج ضم وعي زي مين؟ زي حاجتين، الدم والليمف. الدم كلنا عارفينه، خلايا دم حمراء، خلايا دم بيضاء، وصفائح دمويه. والثلاث خلايا دول بيصبحوا في ماده سائله، الماده الخلاليه اللي تعرف باسم البلازما الدموي. على فكره الدم سائل طول ما هو موجود جوه جسمنا، لكن اول ما بيحصل ويخرج الدم من جسمنا بيحصل له حاجه اسمها التجلط، فبيتحول من الحاله السائله الى الحاله المتجمده او الصلبه. امال مين الليمف ده؟ الليمف ده سائل بيرشح من الشعيرات الدمويه، وبيبقى عباره عن حاجتين بس من مكونات الدم: بلازما وخلايا دم بيضاء. النوع الثالث من النسيج الضم اسمه نسيج ضم هيكلي، زي حاجتين: عظام وغضاريف. العظام صلبة، الغضاريف نصف صلبة أو أقل صلابة من العظام. أذكر السبب، لأن خلايا العظام المادة الخلالية، المادة البينية اللي موجودة فيها خلايا العظام غنية، غنية بأملاح الكالسيوم. عشان كده بننصح الأطفال الصغيرة بشرب اللبن، عشان فيه نسبة كالسيوم كتيرة تقوي من العظام. أما
أمال الغضاريف لي أقل صلابة من العظام؟ الغضاريف خلاياها الغضروفية توجد في مادة خلالية تخلو، ما فيهاش أملاح الكالسيوم. يبقى في فرق جوهري ما بين العظم والغضاريف، إن العظام فيها نسبة كالسيوم كتيرة هي اللي بتخليه صلب، الغضاريف المادة الخلالية بتخلو من الكالسيوم. الرشيد العظمي، وهنا ده في كلام مهم جدا. العضلات في جسمنا نوعين، بس احنا بناخدهم على انهم ثلاثة. ايه هما النوعين؟ اهو ادي نوع يتقال عليه مخططة. المخططة دي نوعين، اما ارادية. يعني ايه ارادية؟ اهو بتنقبض وتنبسط اراديا وبتحكم الانسان. طب دي موجودة فين دي؟ دي اللي بيتكون منها لحم الجسم المغطي للعظام. يبقى أي لحوم عندنا على العظم دي يتقال عليها من اسمها عضلات هيكلية مخططة إرادية، يعني بتنقبض وتنبسط إراديا وبتحكم الإنسان. أمال النوع التاني مخططة بس غير إرادية، لا إرادية، يعني تنقبض وتنبسط دون تحكم وإرادة الإنسان. من اسمها موجودة في عضلات القلب، لأن القلب عضلاته لا إرادية، لأن ما قدرش أتحكم في انقباضه وانبساطه. طيب، حاجة مهمة جدا في الجزئية دي، لما القلب عضلاته تنقبض وتنبسط والقلب عضلاته عمرها ما تتوقف. لان ساعة ما القلب بيتوقف يبقى معناها على طول شهادة وفاة. طيب ايه اللي بيخلي، يعني انا ايدي دي عضلات هيكلية، يوم هقعد العب حديد واتعب هريح، مش هيحصل لي حاجة، لكن القلب يتعب يريح، لا دي مشكلة. طب ايه اللي بيخلي عضلات القلب بتنقبض وتنبسط بصورة دائمة دون ان تعاني من اي اجهاد؟ لأن عضلات القلب هي الوحيدة اللي فيها حاجة تسمى، اعرف الاسم ده كويس، حاجة تسمى أقراص بينية. أقراص ايه؟ بينية. يبقى لما يجي يقول لك توجد نقط أو توجد الأقراص البينية في ويحطط لك اختيارات من العضلات دي كلها، تختار مين؟ عضلات القلب. او يجي يجيب لك مصطلحات وتختار توجد في عضلات القلب وتجعله يربط بصوره مستمره ودائمه دون اجهاد، الاقراص البينيه. النوع الاخير من العضلات ده عضلات غير مخططه، بيطلق عليها عضلات منشاه وايضا لا اراديه، يعني ما اقدرش اتحكم في انقباضها وانبساطها. زي مين كده؟ زي عضلات النبي جاسمي المعدة والأمعاء. آخر حاجة كانت النسيج العصبي. إن إيه النسيج العصبي كمصطلح؟ النسيج العصبي ده نسيج ربنا خلقه زي الجهاز العصبي كده، المخ والمخاع الشوكي والأعصاب بتاعتنا. إيه وظيفته ده؟ ده بيستقبل المؤثرات الحسية والعصبية ويستجيب لها. مين وحدة بناء النسيج العصبي؟ الخلية العصبية. تخلي بالك أول من الخلية العصبية دون من جميع خلايا الحيوانات، الحيوان اللي قدامك دي كلها خلايا يمكنها أن تنقسم. خلايا يمكنها أن تنقسم، وأنت عارف الخلايا الحيوانية مين هو سبب الانقسام؟ حاجة كان اسمها الجسم المركزي. الخلية العصبية وحدة بناء النسيج العصبي، وهي لا تنقسم، لا تنقسم، لا تتجدد، وما يتلف منها لا يعوض. كل ده كويس. يبقى الخلية العصبية لا يمكنها أن تتكسر، لا يمكنها أن تنقسم. لماذا؟ تقول له لعدم، لعدم احتوائها. وتخلي بالك قوي من اللي انا بكتبه ده، عدم احتوائها على مين؟ على
سنين المركزي اللي انتوا خدتوه في اول مواضيع تركيب الخليه اللي كان بيبقى جواه حاجه اسمها سنتريولان اللي كانوا بيكونوا خيوط المغزى العده للجسم. اما تبقى خليه عصبيه ما عندهاش جسم مركزي يبقى الخليه دي لا يمكن.